بسم الله الرحمن الرحيم. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة قل وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات أمرات رزقا لك
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره
سخر لكم الأنهار وسخر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس وآتاكم من كل ما سألتموه
ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم